طيب احنا لسه مع الاخبار العلميه والدراسات البحثيه. بصي كميه الدراسات اهو، احنا معانا كميه دراسات النهارده مش طبيعي. ومعانا دلوقتي خبر عن اكتشاف مهم لوكاله ناسا، هو كوكب شبيه لكوكب الارض موجود على بعد 40 سنه ضوئيه ويمكن يكون مرشح لاستضافه الحياه البشريه. الكوكب الخارجي اصغر شويه من كوكب الارض او في نفس الحجم تقريبا، ودرجه الحراره على سطحه 41 درجه مئويه. موقع صحيفه ديلي ميل البريطانيه قالت ان كوكب جليس 12 بي موجود في منطقه صالحه للسكن، والكوكب كمان ممكن انه يتواجد فيه ميه او ماء سائل على سطحه. حقيقه بصي يعني كل شويه بنكتشف حاجات جديده ومش عارفه بقى هي صحيح. كويسه ولا لا، بس يعني خليني اكمل لك الخبر ده الاول وبعدين نتناقش، لان علماء الفلك دلوقتي بيخططوا لتحليل الكوكب المكتشف ده علشان يعرفوا اذا كان الكوكب فيه غلاف جوي زي الارض، لان طبعا بوجود الغلاف الجوي ممكن الكوكب الجديد يحافظ على درجة الحرارة المناسبة لتكوين المية على سطحه، وطبعا المية هو المركب الأساسي لدعم أي حياة على أي كوكب. وتم تصنيف الكوكب الجديد على أنه أقرب كوكب في الحجم لحجم كوكب الأرض، وهو مرشح للاستكشاف المستقبلي بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي طبعا التابع لوكالة ناسا ياسمين. فده من الأخبار اللي مش عارفة يعني. طب هسألك سؤال بقى، أنت دلوقتي لو بعد مثلا 20 سنة حبيتي يعني اقترحوا عليكي ان انت بقى الموضوع اوبشن يعني تروحي تعيشي في كوكب تاني؟ والله انا شايفه ان مدحت صالح قالها من زمان يعني مش حاجه جديده على يعني من 20 سنه مدحت صالح اكتشفها قبل ناسا قبل ناسا على فكره بكتير يا جماعه يعني انا شايفه ان ممكن ممكن تجربي، بس هروح بكل الناس بقى اللي انا بحبهم يعني. لا مش هروح لوحدي بقى، ما مش كل حد بقى هيبقى عايز يروح. ما هنعمل بقى قرعه حضرتك ونشوف بقى جماعه كده من صحابنا، انا وجماعه من صحابنا ونشوف يعني الاجمعيه هتطلع مين طالع. احنا طالعين شرم طالعين معانا ولا ايه؟ لا بصراحه مش عارفه، بس يعني حاسه ان الحاجات دي قدام هتلاقي زي زمان مثلا منطقه التجمع وزايد وكده، كنت تلاقي ناس بتشتري اراضي بسرعه عشان اسعارها. حاسه ان احنا والله كمان 5 6 سنين في جليز هتلاقي ناس بتقول لك الكوكب الجديد ده نلحق بقى بسرعه ندفع مقدم ولا حاجه عشان قدام هيغلى ونلاقي ريل ستيت يشتغل عليه وهيبقى ارقى منطقه في الكوكب في الغلاف الجوي. فيعني انا مش عارفه ايه الجديد، ولكن احنا من فتره لو فاكره سمعنا عن موضوع القمر وهنعمل مش عارف ايه على القمر ومين هيطلع رحلات على القمر وحاجات كده، وكان في اخبار كتير قوي مفيش اي حاجه ده حصلت في الاخر. بس انا بحس ان انا ما خاطرش يعني، ما خليني هنا وخلاص يعني ليه يعني ايه لازمته اطلع اكسجين يقل بتاع؟ طب ما خليني انا مش عايزه اروح الجيم اصلا بالظبط، اروح كوكب تاني لا ده ارهاق اوفر انا ما اقدرش يعني. ما انا مش عارفه، بس يعني لو كان في مميزات في الكوكب الجديد ده او كان الخبر ده قابل فعلا للتحقيق على ارض الواقع، هو خبر وحقيقي وكل حاجه، بس هل ده قابل للتحقيق على ارض الواقع؟ هل زي ما احنا بنقول كده ممكن نلاقي الناس بقى ابتدت تبيع بيوت مثلا او اراضي عليه او ايا كان، ولا ده سبيس تون؟ ده سبيس تون هو شايفه كده شايفه كده نسيب الخبر ده ونروح لخبر تاني اغرب من الخبر الاولاني. يلا